أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.